وجرد اه يا عمي بدل ايام توحشتك شويه ويعني حبيت نجي نسقسي هذه الماشينه وما كانتش توجد. الماشينه تمشي خلاص جربت في الفار مشات حيت منها نص ساعه كما قال لك لاضات سي بون ها هو غلطت كي فوكي منين تفاصي عنتر 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 وين راح المصيبه هذا وين راح فرطوك ما تحركش من هنا يا قوم يا قوم جاسوس في القريه ماذا تقترح يا جغبل؟ ايه خارج ما رايك نبيعوه في السوق اللي باع العبيد توقف ارعوف بهذا العبد اشريني برك اشرين توقف ساشتريه اعرف انني لن اعيش طويلا الا تفكر بي؟ بالعكس بالعكس يا مريم ولهذا اشتريته ليكون لك سندا بعد مماتي انا فهمت تسمى دوكا انت بعت الشرط كي تموت انا نقعد عبيد هنايا ولو كان ان شاء الله يا ربي ان شاء الله تبرا يعني تما خلاص يكون حبيبي برا تليبريني ولي حر لا اظن ذلك يا عنتر الساعة الساعة ومن بعد الساعة تمشي بالموجات الكهرومغناطيسية صح جبني لهنا يا رب العالمين وتملع وتملع دعمي المدني توحشت توحشت العيونة قطعت حنا كيفاش ندير باش نولي كيفاش حبيبي مدني والله العظيم غير توحشتك توحشك الخير انا تني توحشتك وشرك لا لا يشوفك يا عمي مدني راني راني في حالة الفتلي كاع ما على باليش وين راني ما على باليش وين طحت شكون هاد العباد ماني فاهم والو تبربيش نتاعك يا عنتر تبربيش نتاعك شحال ما وصيت شحال ما مدني وين على بالي بلي الماشينة هادي تمشي ما كنتش على بالي شوف عنتر لازم تشوف بلاصة وين كاين الطاقة الكهرومغناطيسية هكذا باش نقدروا نرجعوك شنو وين على بالي وين كاين الطاقة عندهم طاقة على بالي في الدار دور ما يطلوا منها عادي يعني يا ودي روح شوف وين كاين الحجر واليورانيوم والحديد تم باش نقدروا نجبدوا الطاقه اللازمه هيا سحب سحب ما تقدروش ترجعوني خلاص دو كاين واحد السيده وشراني زيبو راني تاعو دو قول لي شحال شراك نبعث له دراهمو احنا ما يشريوش بالدراهم يشريو بالذهب ما تقلقش ما تقلقش ما تقلقش نلقاو الحل لا لا هي كاين حل باسكو السيد هذا اللي شاريه مريض قال لي لو كان برا نخلق صراحك واش عنده مرض وانا وين على بالي واش عنده شوف عنتر سقسيه واش يوجعو هكذا نعرفوا المرض تاعو وكي نعرفوا مرضو نبعثوا له الدواء بصح انا ما عنديش سيتوسكوب باش نقول لك انتر انتر خلاص دوك انا ندبر راسي واش كيفاش هذوك راه سقسيه سهل حسن 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 أنا عنتر ماذا تريد؟ ماذا تريد في هذا الوقت المتأخر؟ ما تقلقش روحك حسن دوك نقول لك يرحم والديك حبيت نعرف على المرض اللي عندك حبيت نعرف يعني واش راك تحسس يعني المرض هذا اكزاكت واش عندك اكزاكت وين عندك سطر حبيت شويه لي ديتاي هذا ما كان لا ما فهمك يا عنتر مش نفهمك انا دوك انت بروبليم بالك صح اريد ان اعرف ماذا تحس اثناء هذا المرض سيل تو بلي من فضلك ماذا احس لدي الم في معدتي وضيق في صدري والم في قلبي كذلك صح اقول لك تحس بالحمى عندك الحمى ولا عفسه الحمى اجل اجل لدي حمى وأشعر بالدوار معلي ما رتفكاش دوار هذه هي معليش قولي ما صح صح احكي لي وقتاش حكمتك يعني هذا المرض هذا وقتاش حكمك اسكو يعني كنت قاعد ولا يعني كاش ما كليت ولا خلطت الدواء ولا عفسه ولا لقد فهمتك أتقصد كيف أصبت بهذا المرض كيفاش حتى مرت بارك الله تفضل لقد ذهبت إلى طبيب الأسنان طلبت منه
أن يستبدل لي ضرسي في ضرس من ذهب. ومنذ ذلك الوقت وأنا أحس بألم شديد، أليس كذلك يا مريم؟ وهو كذلك يا حسان. ولكن يا عنتر، لماذا تسأل عن مرضي في هذا الوقت؟ لا لا ما حسن، دا قلت لك كي نداويك ان شاء الله انت باش لي بيني يطلق هكذا براك باش نولي حر هكذا تهلا بزاف في روحك دوك نولي لك صح. بئس ما فعلت يا حسان، لقد اشتريت لنا عبدا مجنونا وبمالك ايضا. عمي مدني ما يشوفك؟ أنت عمي مدني جاب لي ربي بروبليم تاع كونيكسيون باسكو لا كام ماشي تبان لي نسمع فيك برك. اوكي عمي مدني سمعني مليح هكذا دوك البروبليم واش عنده؟ السيد اللي هضرت معاه قصرت معاه قلت له واش عندك مشكل؟ قال لي شوف عنده كرشو راه يتوجع وعنده قلبه راهو يسطر عليه وعنده الحمى وكيما داز شخصيته قلت له من مكتشف انت هكذا مكتشف انت تحصل روحك هكذا بك واش قال لي عمي مدني؟ إيه باقى لي واحد نهار راح عند الدونتيست هذاك الدونتيست نحالو درصة ودالو درصة تاع الذهب. شنو تاع الذهب؟ ولا حاجة واحدة أخرى أنا وين على بالي فهمت؟ أنا عايش داخل فمو. وكان ماشي ذهب تكون نحاس تقدر تكون هذه هي السبة تاع المرض تاعه. روح شوف وفيريفي واش تكون هذه. عمي مدني زين ندخلو في الليل هكذا. روح ياك حبس لي. بصح طاري الأول هنا. هذي هي حابة تطول ريح. دوك نروح عمي مدني صح. حسن عنتر ماذا تريد؟ اتركني يا عنتر اتركني موت على راحتي. يا حسن يرحم والديك اسمعني وش هنقول لك. افتح فمك دقيقة شوف حاجة. ماذا تريد من فمي؟ غلق 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 اسمع لي اخو كان جبت ماسك وتوي ودع بالك عاود افتحها واحد زوج ثلاثة. قول لي حسن شو عندك لامور قل داخل اسمح لي من فضلك سنة درسة درسة اللي داخل هذيك تاع النحاس ولا تاع الذهب؟ انت مجنون ذهب طبعا. وشكون قال لك بلي ذهب؟ طبيب الأسنان لقد دفعت ثمن الذهب. حسن اسمع لي مرة الأخرى افتح دقيقة شو ندور راسي افتحها. نقول لك حاجة ونحط يدي في النار غير هذاك نحاس وماشي ذهب ونحيتي قاع أخدمه في الدلالة ونعرف أخدم في الدلالة ونعرف. يا عنتر لم أفهم منك شيء اتركني أرجوك اتركني. شوف اسمح لي مش نعود اسمح لي اسمح لي اسمح لي اتركني. عمي مدني تسمع فيا؟ راني نسمع فيك انا تاني. شوف عمي مدني دابري ليكسبيريونس تاعي وتم سنين اللي تجوزتهم في الدلاله وانا خريج مدرسه الدلاله عمي مدني كي شفت مليح داخل فمه اللي كان يعني ريحه هذا الدرسه هذيك ما رايش تاع الذهب ونحط يدي في النار باسكو ليكسبيريونس فقط بلي هي الدرسه تاع نحاس. الحل الوحيد برك نمشيو نحيلو الدرسه. عمي مدني انا عندي حاجه نعرف نحيلو بالك سنة ونحيلو بالخيط ولا تحط رصا درصا كيفاش ندير انا ونعرف نحيلو بالخيط ولا بالكل دبر راسك لا حاب نعاود رجعك هذا هو الحل تاعك. كلاب هذه مثلا الكلاب هي قالها خير مدام الله يرحم والديك شدي اللي تشوفي هكذا مرسي بارك الله فيك خويا حسن هكذا دير فيا الثقة اخزرني مليح كلمي روحك حسن خليني نخدم خدمتي هكذا هل تشوف امك؟ خليني نشوف امك. يا حسن هذه بانز ماشي كروكوديل على بالك نورمال نورمال هذه والو نحي روحي. حسن حلف شنو طلع في رجلك؟ دير كوتسيز ولا تلعب ماتش؟ على رجلك.
إياك أن يصيبه شيء يا عنتر. ما طاب سيفو بلي الله يرحم والديك وتخلوه يخدم خدمته هو. ما تبديش دوك تهضري لي على رصيدك واحد يكيتي البوست هذا والله يرسيفو والله. ماشي دوك واحد والله خلينا. حسن الله يرحم والديك حل هذاك الفم. حل شوف حل. لا أغلق أغلق هذاك الفم. حسن فمك كارثة على بالك. مي شغل لامورك مدام جامي غسل سنانو ولا ما فهمتش. مدام شوية. شغل عنده جيفة لداخل عبرك بيدك درزة ميتة ولا ما بالكش. بون. حسن ما لقيتو خليني نداويك. حسن افتح لي داك الفم. حل فم. يا حسن نحي يدك نحي حبط رجلك حبط. فانا. واحد. زوج. ثلاثة. يا ويلته. لقد قتلته يا عنتر. ده. شكرا يا عنتر وحشوا براحة. أشكرك يا عنتر. بمزي يا أختي. حسن ما يفطن غدوة هذا. حسن صباح الخير. صباح الخير مني مشاركي. بخير كيف حالك اليوم؟ الحمد لله قدب عليك رجلي بدأت تزغد الحمد لله. قولي برك رجلك وش راهو حسن بيا. صباح الخير. صباح الخير يا مريم. فطور. أنا جائع جدا يا مريم. جائع جدا. حسن سي لا بروميير فوا ياكل ولا سي لا بروميير فوا تاكل في حد نهار زدت ما فهمتش. هل هذه أول خطرة تأكل في نهار زدت يعني؟ أنا جوعان يا عنتر جوعان. إنه يأكل بشراهة. هل هذا يدل على خير؟ أكيد مسخري بيسكو يدل على خير. ما كاش خير كتلات براهم كاين خير أكثر من هذا. اسمع أنا مضغلك نجينا أنا بساك بساك. أما أنت يا عنتر فسأسقيك شرابا لنقدمه إلى لضياف الشرف والهمة. حفظك أختي مريم بارك الله فيك. ما تجيبوليش ياكل هي طرطقة. نجينا مضغلك حسن على بالكش تاكل خو نوم دوبلي دير زوج فم وكل من الفوق ومن تحت. معليش حسن دوكا الحمد لله بريت نورمالمون. الحمد لله يا ربي زعما تحصل روحك مليح. لا انت قلت لي خاطر قلت لي كي تبرا يعني باش تليبرين انا يعني نولي حر. اسمع هذا الريحه نعرفها على بالك باينه ريحه القهوه. ريحه الشراب الذي تعده مريم. الشراب الذي تعده هذه هي ريحه القهوه دي نعرفها انا. لا لا ريحه الشراب الذي تعده مريم اقسم بالله العظيم غير ريحه القهوه يا حسن. ايه ما دي معمره احنا عندنا في الجزائر اسمه قهوه. يا مريم يا مريم اجل عنتر يعرف الشراب الذي تعدينه. تجيحي فينا مريم قهوه هذه قهوه احنا عندنا. شوف احنا القهوه عندنا في لي قوبلي هكذا. عندك قهوه قوبلي تحبها بريس تحبها صغيره. عندك قهوه تحب دير ميلونج. عندك قهوه ثقيله قهوه خفيفه قهوه ثقيله قدرون قهوه اللي تجي في لي كابسول. انا نقول لك حاجه هذه القهوه هذه جاني طيبه اسمه قهواجي وهذه القهوه انا نشربها نهضر معاك نشربها اربع خطرات في النهار. تقصد انك تتناول هذا الشراب أربعة مرات في اليوم؟ نورمال دير كان زينار برك تحب ديرها بقطره ما زهر تحب ديرها عادي. اسمح لي حطب انتم قهوه نورمال قهوه. شوف حنا سيرتو كي تكون قبلي صغير من داك زعما الصباح 8 تعرف تشري قهوه هكذا كي تشري واش دير دير لها قطره ما زهر ولا تشرب يجيو لهم تمدالو ويتهم تمدال واحد اخر وتولي يعني تبدل من داك تبدل مدن مدينه المدينه والقبلي ما يخلصش كاين نورمال كاس دينار. من اين جاء هذا؟ جاء من الجزائر. كول كول قهوة حيرتو فيها جبتو زيد جيب بابولي سيونتيفيك على القهوة. صباح الخير.
خويا حسن. ولحق وقت الفراق حبيبي، والله العظيم غير وليد فاميليا وربي يحفظك، وانت ناس ملاح هكذا اخو، زيد زير روحك شويه ان شاء الله وربي يشافيك وتهلا في روحك. صح عنتر، الى اين انت ذاهب؟ ديجا توحشني خويا حسن، تاخذ لي غير تبرا ان شاء الله، راني حر، راني اون بلان حنبدا حر. وانا شمو وين كنا رايحين؟ الى اين كنا ذاهبون؟ نحن ذاهبون الى طبيب القريه. اسمع، اريد ان اتاكد انني شفيت من مرض. دوكا وليت انت تتاكد، كي كنت تخبط منا ماك وحبيت تتاكد، دوكا جاتك باش تتاكد، خساره عليك، يعني ما عندكش ثقه فيا. انا لن اتي معك عند الطبيب. لا ستاتي معي. لا اتي معك حسن، ومن فضلك لا تخزره فيا بهذه الطريقه المستعمله من جدو. يعني هنا ستاتي معي. انا لن اتي معك ولا تثبت عني وجهك من فضلك. عنتر، انت عبد لي، ستاتي معي. هيا. عبد لي زعما انا عبد لي وانت جات لي؟ ولا حنضرب ولا انا فلاشين؟ كون جدي لافامي عبد لي نعرفهم جايين فلاشين، وغير كيما راح لهم تماك مدوا لهم لاديال تاع لاشين وعندهم مشاكل. اونتوليكا انا لن اتي معك. عنتر لقد تاخرنا. هيا. كيف تبغي تقول لي عبد لي؟ عنتر هاكا نجي. صح ماشي هذوك دي عبد لي، وكنحل لك العين اليوم عبد لي وغدوه. شلي تاع سيت فايتر. قول لك لا فيريتي، هذا الى فيلا تاع كوبلي هكذا، هذا لاباس به حسن، هذا سير ملياردير، هذا يكون مربي داخل كسبة ولا عفسة ولا والمخلة. انا عجبني الكو، شوف عنده الكو بصح الكو تاعو تقديمي. ها شوف دار كيما هذه كبيرة، او مو بلاصي صولات ولا كاع تسمع قصر. هذا اخويا حسن على بالو تاع صداقة انا وياك هكذا بالك. هي مليحة ديرو ديك صولات تاع العصفور، لي تصفر كاين بزاف ديور بوحنا عندنا ماشي. هل سيدك هنا؟ نعم، لكنه لا يستطيع رؤية أحد. لماذا؟ فهو متعب، مريض للغاية. حسناً، قولي له أنني أتيت وبصحبة طبيب من مدينة أخرى، وهو من سيساعده على الشفاء. أتتكلم بجد؟ نعم. لحظة، اسمع فهمني، منو الطبيب اللي كدر عليه ولا؟ اسمع ما حبيتش بهدلك قدامها على بالك. انا طبيب انايا يا وانا ماشي طبيب جا مهبول تاع حسن، فافهم بلي انا لست بطبيب. انه يمزح، انه متواضع. اسمح لي حسن، برا سي فريد ضرت بان حاجه شابه منا، ملي كي تولي للصح ما درنا والو ريح. كيف حالك يا صديقي الطبيب؟ لست بخير يا صديقي حسن، صحتي في النازل، أظن أنني قد أموت. وش بيك تفول روحك هكذا؟ بعد شر عليك. خيرا، ما بك؟ لم أعرف يا صديقي، لم أعد أستطيع الأكل، لدي ألم شديد في قلبي. اسمح لي ماشي باش نقطعك ولا كاين حاجة، لحم والدك عندك الحمى؟ نعم لدي حمى. ولك حاجة، هذا أون دوا لوبيري. يا حسان، من هذا الشاب؟ صديقي، إنه طبيب أتى من قبيلة أخرى. حسن كي تقول إنه طبيب شغل يطلع لي المورال، نحس روحي صح طبيب لا بيرفليكس. من فضلك قول لي شباب، واش راك تحس؟ اللغة، أريد أن أقول ماذا تحس؟ أحس بألم شديد في قلبي، وضيق في صدري، وحمى شديدة. بابا حسن لازم تعرف بلي هذا عنده لي ميم سيمبتوم اللي كيما كانوا عندك، دير حسابك. اسمح لي استاذ، كلمة سيمبتوم ما نقدرش نفهمها لك باسكو ما كاش بلا ما نعرفهاش. قول لي اسكو رحت عند طبيب؟ نعم ذهبت الى طبيب الاسنان. هل استبدلت ضرسك؟ من ذهب. من نحاس؟ لا من ذهب وثمنه بايظ. اسمح لي شوف نقول لك واحد الحاجة، راك جست بقوقو، دون نقول لك علاش، باسكو هذيك السنه اللي تقول انت عليها من ذهب، هو باع لكم سنه تاع نحاس ويقول لكم من ذهب، معناتها لعبها لكم، معناتها راك جست بقوقو، كيما انا لو لعبها مارق قدامك حسن انت جست بقوقو، انت كنت بقوقو، حسن كان كيما انت، كانت عنده ضرسه من دار له وحده تاع نحاس وماشي ذهب، هكذا، انت جست بقوقو. وبالمناسبه صافي لازم تعرف باللي انت راك جست بقوقو، هذه هي هذا هو البروبليم. شايف العفسه وراي؟ انه على حق، لقد عالجني من نفس مرضك. إذا يا حسان، ما
ما هو الحل؟ الحل اون دو توبيري العزيز، لازم توبيري. اطلع كيما راك، لبس لي حاجه بيضاء، جيب معك زوج فراشات، خمسه مغرفات وموس، وتكسل لي هنا الله يرحم والديك، واكتيفي من فضلك خويا. ما بغيتش توبيري انا بهاد لا توني، راك تبان مسبح يعني، باش نكونوا داكور. روح لبس لي حاجه بيضاء وتكسل لي هنايا، وبدا تبيضالي برجليك باش كان يمسي الدم، ومن بعد نوبيريك. هل تدري يا ترى لما يخطط عنترة بتخميمات العنترية واختراع العبقرة؟ هل تدري ما جاء وما دحل بالبلاد بعد بهوت معمقة؟ عاد الزمان في اختلاط، طهش السيد القوم بعد يسأل القاضي. سمعت يوما بشرا قد عاد نحو الماضي بلغة جديدة حيرت شاعر القصر، يتمسخر يمشي بينهم كنابغة العصر. ناس حيرة لبسة جديدة، لابس في يدي حديدة، يحكي في حكاية مصر تشتاقورهم بزاف بعيدة، يحكي بالعنطرية ناس فهمت غير عنترة، يمشي بمنظرة كأنه شنفرة أو حنظرة. جم المستقبل جاب العلم والفلسفة، باقي فركة غير عن خرج حلف ما يرمي من شفا، لكن استسلم قلبه لا يضرب كطبلة، يوم عاد الزمان ويوم خبل عبلة. عنتر وش تي جابت لهاد الفيلاج؟ مين الخرجة وين الفيراج؟ مازال مخلوع ما فهمش ليماج، كيف ما ترجع من هاد الفوياج؟ وش تي جابك لهاد الفيلاج؟ مين الخرجة وين الفيراج؟ مازال مخلوع ما فهمش ليماج، كيف ما ترجع من هاد الفوياج؟ وش تجابت لهذا الفيلاج؟ مين الخرجة وين الفيراج؟ مازال مخلوع ما فهمش ليماج، كيف ما ترجع من هذا الفيلاج؟